قبل سنة من الآن حصلت معركة تاريخية بين توبز وباري تيوب، ولكن أصبح الأمر مختلفا كليا في هذا الشهر. ففي هذه المرة ما بيكون في بين حربين وبين باري تيوب. ايش قول غير الكلام هذا؟ فككوه يا شباب، صل على النبي. الحين بقول لك السنه هذه يا اخوان ما راح يكون في بيني وبين باري تيوب حرب تنزيل مقاطع. الادمي مسكين السنه الماضيه واللي قبلها كان ينام هو متوتر، ما كان يدري المسكين يقوم من النوم يلقى عبد الله منزل 7 فيديوهات، فقررنا بحكم ان رمضان هذا شهر الرحمه نخليه ينام وهو مرتاح. لا همزح يا اخوان، الحرب موجودة، ولكن السنة هذه حبينا نأجلها، وبدال ما تكون في شهر رمضان راح تكون الحرب بالفيديوهات بيني وبين باري تيوب في شهر ديسمبر الجاي. فباري تيوب جهز نفسك، الوعد ديسمبر. الله يا جماعة الخير، أخيراً شهر رمضان مبارك عليكم الشهر جميعا يا اخوان، كل عام وانتم بخير. الله يعيننا وياكم ان شاء الله على صيام وقيامه، والله يعيننا على اختبارات. اليوم يا اخوان رجعنا للسلسلة السنوية اللي نسويها في كل رمضان، اللي هي ان نقرا مواقف المتابعين المحرجة اللي صارت في هذا الشهر. سوينا حلقة في 2019 وحلقة في 2020، واهلا وسهلا بكم في حلقة 2021 من هذه السلسلة. ولكن قبل أن نبدأ يا إخوان عندي لكم خبر بسيط. قنات الجيمينج يا إخوان أخيراً وبعد انقطاع 3 شهور عنها رجعنا لها من جديد. بإذن الله يا إخوان هذا الشهر راح ننزل فيديوهات جداً كثيرة على قنات الجيمينج، وراح نكتشف ونلعب ألعاب جديدة مثل لعبة فري فاير. ناويين إن شاء الله خلال شهر رمضان أن ننزل فيديوهات كثيرة عن لعبة فري فاير، راح نستكشف الفعاليات والأكتيفيتيز اللي مسوينها هذه اللعبة برضو في هذا الشهر. سمعت إن اللعبة مسوية سكن محمد رمضان منزلين له باللعبة، راح نجرب اللعبة في قناة الجيمينج وراح نجرب غيرها كثير ألعاب. تأكدوا أنكم مشتركين بقناة الجيمينج اللي راح تحصلونها في الديسكريبشن تحت. مرة صحيت ورحت أشرب مي وكنت فعلا ناسي، ولا الوالدة الله يحفظها تفوت والكاسة لسه في يدي. دقيقة يا إخوان والله قاعد أتخيل الموقف براسي. كنت صايم ورحت فتحت باب الثلاجة وجا الوالد وضربني. دقيقة، الوالد هذا ما يتفاهم، يمكن الولد يبغى يشيك ايش في بالثلاجة، يمكن الولد مسكين مخبي جلاكسي امس حاب يطمن انه ما في احد من اخوانه اخذه. يعطيك العافية على المشاركة، بس ما توقع هذا موقف محرج، هذا موقف مرعب للأمانة. ما عندي شيء بس بدي اطلع. أقولكم يا إخوان كومنتات هذه لا تنكتب، إذا سويت فقرة تسألني يجيني واحد يقول لي ما عندي سؤال بس أبي أطلع بالفيديو، خلاص إذا ما كان عندك موقف ما يحتاج تكتب. اللهم إني صايم يا شيخ. طب سويت السيناريو هذا كله علشان أستخدم الكلمة هذه، لأن هذه الكلمة هدف عندي أستخدمها في كل رمضان. إذا مر رمضان ما قلت اللهم إني صايم يا شيخ ولا لا تخليني أفطر عليك، ما أحس يعتبر رمضان. مرة كان يوم الجمعة وأبوي راح صلاة الجمعة، وأبوي نسى شيء من الديوانية وشافني قاعد آكل. ايش قلت الادب هذه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، بس للامانه يا اخوان تدرون ايش جبالي يوم قرات هذا الموقف؟ احس اللي صار كالتالي، ابوه شغل السياره. بعدين قال لحظه نسيت شغل بالديوانيه، فقفل السياره. بعدها راح يمشي اللي ما وصل الباب الديوانيه وفتحها ولقى هذا المنظر. والله حس نفس الشيء صراحه. كيف بالله حسيتهم عينه نفس الشيء؟ ما حسيت انه نفس الشيء؟ طيب مو مشكله. في اول يوم رمضان العام الماضي كنت انا شايل القدر الصغير اللي فيه الاكل الدسم وكذا، وما اكذب عليك يا طويل العمر لما كنت ماشية فيه شفت اكبر اعدائي واللي هي الحشرات بتطير حوالي. طبعا انا خفت وصرت اركض منها والقدر بيدي ابغى اخذه على الصالة، وذيك الحشرة الله ياخذها تلحقني. طبعا وانا اركض فقدت التوازن ووقعت، ووقع القدر على وجهي قدام كل المهازيم. بشد انتباهي انها كاتبه في الاخير، طبعا القصه حقيقيه 100% بس انبهر شويتين. وين تتوقعون يا اخوان جزئيه الابهار في هذا الموقف؟ اكتبوا لي بالكومنت تحت.
كنت أسهر في رمضان وإذا نمت أتحلم إني آكل، وقمت من نومتي العصر صليت ولعبت سوني، وقبل المغرب بنص ساعة سمعت الأذان، رحت شربت موية وأكلت اللي على السفرة. استغربت إن ما حد جاي ياكل، طلع أخوي الصغير مشغل أذان جوانا. بالله يا اخوان اذا واحد صار له موقف زي كذا ايش يسوي؟ لما انا اتذكر وانا صغير يا اخوان يعني استغفر الله والله كنا يعني صغار وجاهلين وما نعرف شيء، كنت اسوي الحركه هذه للامانه، كنت اروح الحوش واشغل صوت اذان كذا عارفين بجوالي. المشكله مو هنا يا اخوان، المشكله انه ما حد مشى على المقلب هذا لانه صوت الجوال ما كان يوصل داخل البيت. السلام عليكم، كيف الحال؟ انا بس جاي اذكرك انه باقي شوي ونوصل 6 مليون مشترك، اشترك بالقناه. حلو، يعطيك العافيه. عندك اي خدمات ثانيه؟ للاسف بس هذا اللي عندي. مرة كنا نلعب كورة الساعة 7. الو دقيقة، الساعة كم؟ الساعة 7. 7 الليل؟ لا الصباح. وات؟ ايش جوكم يا شباب؟ باقي على اذان المغرب تقريبا فوق 10 ساعات. المهم خلونا نقرا الموقف. مرة كنا نلعب كورة الساعة 7 وولد عمي قال ما شاء الله كيف تتحملون الصوم؟ قلنا ابد والله، اذا عطشنا ننام ونصحى المغرب، مو داري اننا نفطر. ودخل المطبخ الا واحنا نشرب موية وقاعدين نتناقش عن البننتي صحيح ولا لا. الموقف يضحك لنا انا بس يا عيال بالله لا تستهينون بالصيام، يعني اذا كانت الموقف هذه حقيقيه من جد انتبهوا ما بدا لعب. السلام عليكم، حبيت اذكركم من المره الثانيه اذا ما اشتركتوا اشتركوا بالقناه. كنت اصلي التراويح انا وابوي ولا فجاه واحد من الصف اللي قدامنا راح يظبط المكيف، وانا على اساس انه ما بيكمل خلاص رحت قدمت مسوي اني مبادر للخير، الا وفجاه ابوي يسحبني لورا بقوه والاقي الرجال رجع مكانه، والرجال صار يطالع وانا محرج من فعل الغير. لا 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 ما هذا موقف نسميه الموقف اللطيف، ما تحسه كذا موقف محرج قد ما انه تحسه موقف لطيف. تدرون كيف؟ خلونا نتاكد دقيقه. السلام عليكم. وعليكم السلام، معي مسؤول مواقف المحرجة؟ اي نعم اخوي، وصلت خير، كيف اقدر اخدمك؟ اخوي شيخ الموقف اللي بعثت لك اياه هل هو محرج ولا؟ والله رجعنا الموقف كم مرة واحس الموقف هذا يصلح انه يكون موقف لطيف. ديب والله توني قايل لهم اني احس ان الموقف هذا لطيف. بالله؟ اذا على كذا تعال توظف ويانا، شكلك ممتاز بهالسوالف. لا الله يعطيك الصحة والعافية، ماني فاضي، شوفك على خير. السلام عليكم، لا والله المرة هذه من جد عندي موقف بقوله. مرة كنت جالس انتظر الاذان بالغلط كنت باخذ جوالي، بالغلط اخذت الشاورما واكلتها، بس ما في اي بني ادمي بيحس بالجوال حق شاورما، لا وبياكلها. انا اقول له شديت حيلك شوي نزلت لك كاس فيمتو وكملتها. مرة صحيت من النوم كنت عطشان مرة، رحت شربت موية واكلت، ما حد يدري اني فاطر، بس بعد ساعة بطني اوجعتني ورحت للمستشفى، فحصني الدكتور قال ولدك ماكل ايس كريم على معدة فاضية. انا من قال الدكتورة كذا نظرت لابوي، ابوي اعطاني نظرة اللي وين بتروح مني، رجعت للبيت واكلت على ضربة. يعطيكم الصحة والعافية، راجعت الورد قبل شوي واتضح الالم اللي ببطنه بسبب انه ماكل ايس كريم قبل ساعة تقريبا. كان خالي دايم يروح ويتأكد إذا أذن أو لا من الشباك، وذاك اليوم ما كان فيه حيل يقوم، راح قال لي أنا أقوم وبس. والله موقف المحرج وين؟ دقيقة يمكننا متخبي هنا، والله ما في شيء. الآن يا جماعة الخير عندنا موقف مستحيل، قد إيش الموقف هذا يضحك. إذا أنت حزين أو تعرف أي أحد حزين أو شخص تبغى تغير جوه، روح ودي له الجوال الآن وخليه يسمع الموقف اللي أنا بقوله الآن. موقف من كثر ما أنه يضحك احتمال تطيح على الأرض من الضحك. مستعدين يا إخوان؟ 3 2 1. خوينا يقول مرة أذن المغرب فطرت. مو طبيعي. Things going my way, big man.